يا دولا اصحى يا دولا، اصحى يا عم، اصحى يا عم. في ايه؟ في اصحى يا عم، انت هتصحصح كده؟ ما تصحصح. هتصحصح كده ما تصحصح؟ ما انا مصحصح يا ابني. انا اصلي تعبان شويه رمزي، لان الامتحانات والمذاكره انت عارف طبعا. يعني يا دولا ما انت ما تقعدش بقى طول السنه نايم لي هنا في البازار، وتيجي بقى في الاخر بص ما تلومش بقى حد. يا ابني الوم حد ايه؟ انت بص شوف مين بيقول ايه. انت بتقول اي كلام وخلاص، وانا اللي بذاكر؟ دي نجلاء وياسمين يا سيدي. طيب يا عم دولا، في تليفون. تليفون يا دولا، تليفون. ولا بطل ازعاج بقى. تليفون. الو، اي حبيبي، عايز مين؟ عايز رمزي؟ خد صاحبي ده. تعرف عيال صغيره يالا ولا ايه؟ دولا اصحابي. الو ابيبو، ازيك؟ وحشني. بص بقول لك ايه، اوعى تروح المجموعه الا لما اجي لك. ها انا هبري القلم واجي لك على طول عشان نلعب سوا. بيبو ماشي، يلا باي باي. مجموعة ايه وقلم ايه؟ قلم ايه اللي هتبريها؟ القلم دولة بقى. يا هو القلم بتبري يا هبل؟ امال ايه دولة؟ يعني انا لو اديتك قلم دلوقتي تعرف تبريه؟ طبعا. طب ابري ده. لا ده جافنا بيتبريش يا دولة. ده ايه الكتاب اللي معاك ده؟ تبذل الدولة جهودا كبيرة للمحافظة على آثارنا انها ثروة قومية عظيمة. الدرس الثاني الأماكن السياحية، الدرس الخدمات العامة. ايه يا ابني؟ ايه الكتاب ده؟ تعمل بيه ايه؟ بص يا دولا انا هقول لك بقى بصراحة، يعني كل اصحابي اللي هم في سنة رابعة ابتدائي دولت راحوا بقى بيروحوا المجموعة كل يوم وما بلاقيش حد يلعب معايا، فبروح لهم هناك بنلعب سوا يا عم. يخرب بيت انت بتروح تعطل على المذاكرة يالا. لا يا دولا ما انا برضك بستفيد يا عم. يعني انا مثلا هقول لك، مش في دايما احنا عارفين ان في حرف ألف وفي لام؟ هم بقى اخترعوا بقى امبارح حرف جديد كده، هون ضموا الاثنين على بعض بقى لام الف. ده اخترعوها امبارح؟ امبارح. طب اوعى تكون يالا على الحرف الجديد ده عشان ما يرطرطش في السوق وتعرف تبيعه بسعر حلو. يا لا يا دولا ما انا مدكن كل حاجه. ده انا بفكر يا دولا اضم حرفين كمان. بتفكر؟ يا دولا اسمع بقى، الكاف والقاف علشان تبقى كاف. ودي بقى للغه البط عشان يعرفوا هما بيقولوا ايه واحنا مش عارفين طول الوقت. رمزي بقى بالرمانيس. وكمان يا دولا بفكر كمان. لا لا انت ما تفكرش، هتتعب نفسك يا رمزي. كفايه يا ابني الشغل اللي في البازار، انا افكر لك. ايه رايك اضم لك حرفين جداد، البه والسين؟ البه والسين تبقى بس. صح يا دولا صح. وممكن اضم لك كمان الشين والشين مع بعض. الاثنين شبه بعض. طب ازاي يا دولا؟ عطريقة كده. ها ممكن اضملك البه والره والهاء؟ لا يا عمي بقى، تلاتة مع بعض انت هتسرح بيا. دي اغلى يالا، تلات حروف مع بعض، به ره ه. به ره ه، تبقى ايه دي بقى دولة؟ تبقى برا برا برا. انتوا فاتحين دار بتاعت دروس خصوصيه، عاملين مركز تعليمي هنا، هتصوروا البرامج التعليميه ولا ايه؟ مين دول يا هاني؟ اقدم لك ميمي وفيفي، اصحاب الاخت نجلاء. حماده وتوتو اصحاب الاخت ياسمين، مامتهم جابتهم عشان يذاكروا معايا علشان رايحه تعمل شوبينج. اما الاخ والاخ فالاستاذ هيثم وتامر. وهيثم وتامر دول بقى زمايل سناء جايين يصححوا معاها ولا ايه؟ لا يا عادل، انا براجع لهم. تراجع لهم؟ طب وقاعدين بيحدفوا صواريخ يعني؟ مش يقعدوا باحترامهم وبادابهم؟ جرايه يا عمو يا عم. جرايه يا عمو يا عم، اتلم يا ابني. عادل هبوس ايدك. اتفضل. الولاد مدير المنطقه التعليميه عشان خاطري ترقيتي المتاخره يا عادل. ايه هيوديكي العاب ولا ايه؟ العاب ايه يا ابني؟ هيدوني حصص اضافيه واتبهدل واجي لك الساعه 9 بالليل يا عادل. احسن احسن. تليش منوره هيسومه، منوره تموره. عاجبك كده؟ عادل يا عادل انا خلاص مش قادره، انا تعبانان، انا عايزه دول كلبانين، دول بياكلوا، دول وحوش بياكلوا. عادل انا عامله 105 ساندوتش لغايه دلوقتي. حاضر حاضر يا حماتي. يا ماما يا ماما. ايه يا عادل في ايه؟ يا ماما تعالي ساعدي حماتي. يا ماما ما يصحش تسيبيها لوحديها كده. انا قاعده على النت. قاعده على النت؟ طب خلي بالك بقى لحسن النت ياخدك وتقعي. حلوه حلوه بس اتجوزت. الله الله الله، يا سلام يا سلام. انت سايبه العيال بيتريقوا على امك؟
دي امك يا ماما، امك. اه صح، دي امي امي. تامر، هيثم. يا حبايبي يا حلوين يا مامير، اعملوا كل نفسكم فيه، بس بلاش موضوع الشتيمه دي، عيب ماما برضو. ايه يعني بلاش نشتم يعني؟ لا 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 يا حبيبي، اشتم راحتك زي ما انت عايز، ده البيت بيتك، بس اشتم مجيده بس. رانيا رانيا، مش هينفع كده، كل الخطط اللي انا بعملها بتبوظ. معلش يا بيبي معلش، الانسان مسير ومش مخير، وبعدين دي ظروف اضطراريه يعني، عادل عديها بقى. ماشي، عملته غدا ولا لا؟ مامي، ثلاثة شيدر لعادل. ثلاثة شيدر يا رايح المدرسه. انا ماشي، اروح اكل بره. سلام عليكم. عادل انت نازل؟ ايوه ماما، عايزه حاجه؟ عايزه سيدي هيا 750 كيكه. كيكه؟ سيدي هيا انت هتحملي عليها ايه يا ماما؟ يا ماما ما تحمليش زياده على اللي انا متحمله يا ماما. ايه ده، انت عايز تحوجني لممرفت؟ لا طبعا، ما يصحش تستلف الفلاشه بتاعتها، هتخرط الملوخيه هي بايه. حاضر حاضر. كابتن. ايوه حضرتك. هات لنا معاك علبه سجاير. بسكوت مناديل سجاير. ثلاث سجاير فرط. مفيش فرط هنا، انتوا تكتتبوا وتاخدوا لكم علبه مره واحده. خلص بقى يا رمزي. ولا رمزي انت بتبيع لهم ايه؟ حرام كشدول. طب قول حاجه موجوده معاك يا غبي، حاول مره تخدعني يا اخي. ما يلا بقى يا رمزي، عاوزين سجاير مقرفين على الصبح. يا سلام، طب ما تخش يا ابني اضرب لك حجرين عندي في الاوضه. بص يالا انت وهو وهي يالا، البيت ده الاحترام، لو انتوا اهاليكم ما ربكوش ومعلمكوش الاحترام، انا بقى اللي هعلمكم الاحترام. يا عادل يا عادل، ابوس ايدك. ابوهم مدير التربيه والتعليم، يعني ابوهم ابو التربيه كلها والتعليم كله والذوق كله. يا عادل ولا رمزي، قفلت البازار وعلقت عليه اليافطه بتاعت مغلق للامتحانات ولا لا؟ لا يا دولا، انا اجرت البازار علشان يدوا فيه دروس تقويه. دولا تامر، عندك بلوتوث النحله المحششه؟ بلوتوث النحله المحششه؟ ايه الكلام الفارغ اللي بيحصل عن يا رانيا يا رانيا، ايه الاختلاط اللي موجود عندي ان هو في حوش المدرسه في الصاله ده؟ ايه يا عادل، في ايه؟ عادي يعني، ما هو سن الاختلاط في الثانوي يا بابا. ده الاختلاط اساسا بيمنعوه من ثانوي. بقول لك ايه، كل ممنوع مرغوب، وانا ما اقدرش امنعهم من حاجه، احنا في موسم امتحانات يا بابا، نفسيتهم تتعب. يا دي موسم الامتحانات، ما بتفكريش في نفسيتي انا اللي هتتعب. يا عادل عديها بقى، ما احنا في موسم امتحانات. موسم امتحانات، موسم امتحانات، لا عارف اكل ولا اشرب عشان موسم الامتحانات، ولا عارف اتحرك في بيتي عشان موسم الامتحانات، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب ما احنا كنا بنمتحن وكنا عيال وكنا بنجيب ملاحق، ومحدش كان بيقول لنا التلت التلاته كام. انت يا دولا طول عمرك متفوق. انت ايه اللي بيخليك تتكلم؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ نفسي في البسكوت بالشوكولاته ده. طب ما دي يا ابن البضاعه بتاعتك اللي انت شاريها، عايز بسكوت بالشوكولاته. ماشي، بكام البسكوت بالشوكولاته؟ ب2 جنيه. هات 2 جنيه. ماشي يا دولا، خد. اتفضل. شكرا. بس ده مش هيكفيني يا دولا. عايز واحد تاني بسكوت بالشوكولاته؟ هات 2 جنيه. ماشي، خد يا دولا. غبي غبي، خد واحده تاني. شكرا يا دولا. واكيد دول برضو مش هيكفوك. البضاعه دي كلها بكام يا انت شاريها؟ ب150 جنيه. بعت منهم بكام؟ ب20 جنيه بس. يبقى فاضل كام؟ 130 جنيه. هات 130. ماشي، هم اللي معايا هم التدور. ماشي، خش بقى على جنب كده اهو، واقعد كلهم لغايه اما تفرقع يا غبي. ماشي يا دولا، شكرا يا دولا. انت هتبوسني ولا ايه؟ يلا 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 اجري. بيبيع لي بضاعته الحمار. بقول لك ايه يا ام ميرفت، ما عندكيش يا اختي موقع تحميل عبايات وترع؟ عبايات وترع ايه بس يا ماما؟ هتحمل عبايات وترع على الكمبيوتر وتطبعيهم على البرينتر يجولك يعني؟ خلاص زهقت زهقت. يا عادل يا حبيب قلبي، تماسك ارجوك. اتماسك ايه بس؟ اتماسك ايه؟ ما انت شايفه هو على يدك. خلاص ما بقتش قادر استحمل. خلاص يا بيبي استحمل شويه، خلاص كلها يومين والامتحانات تبدا، ده احنا قطعنا شوط طويل قوي. امتحانات تبدا يا خوفي من الامتحانات، يبقى في دور تاني بقى، والشوط اللي انت بتحكي عليه ده نستنى بقى للهدف الذهبي. لا اخسى عليك يا عادل، انت كده بتهني. انا ده انا بذلت مجهود كبير جدا في تعليم النشء، ده انا عملت لهم كورسات مكثفه تكفيهم لامتحانات السنه الجايه. ايه ده، واحنا كمان لسه السنه الجايه هيبقى في امتحانات؟ يا بيبي اهدى بس، انا عايزاك تقعد كده وتتخيل نفسك فخور كأب ببنتك ياسمين وهي طالعه الاولى في امتحانات سنه رابعه ابتدائي. ايه بتقولي؟ ايه يا ام ميرفت؟ ولا رمزي؟ نعم يا دولا. نزل التماثيل اللي فوق حطها تحت، والتماثيل اللي تحت طلعها فوق. يلا. ليه يا دولا ده؟ من غير ليه، اسمع الكلام. انت عندك طاقة زيادة يا ابني، طاقة غباوة، ممكن تطلعها فيا تخسرني كل حاجة عندي. يلا. عادل 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 عادل، ألف مبروك يا حبيبي، ياسمين طلعت الأولى ونجلاء جابت جاي. الحمد لله يا رب، الحمد لله.